لحد دلوقتي الحمد لله ايجابيه، الحمد لله، واتمنى انها تفضل ايجابيه لفيلم يستحق الاشاده بيه، نظرا ان المخرج بتاعه طارق العريان مخرج كبير وبذل مجهود كبير جدا، لان المنتج خد وقت طويل جدا، صرف فلوس كتير جدا، الممثلين بذلوا مجهود كبير، ف يعني فيلم مهم في تقديري. خليني اقول لك يا عمرو انه الفيلم ما تاجلش 4 سنين، الفيلم استغرق 4 سنين، يعني من سنه كنا بنصور في الفيلم، انما ما تصورش من 4 سنين لا، الفيلم خد مراحل في تصويره، لان كان بيعاد تصنيع حاجات، وكان تعمل المراكب باشكال يعني بسكيلز او بمقاسات مختلفه، كان المنتج بيجيب خبراء عشان يشتغلوا على تصنيع حاجات لسه جديده علينا، ده الوقت يعني. مفيش اي عوائق غير بس شويه صعوبات في الاكشن في البحر، بس كان المخرج يعني مسيطر على الوضع ده، بس كان شويه صعوبات مش من حيث التمثيل، من حيث التكنيك بتاع الاكشن. انا ما بلتفتش الحاجات دي، بس بشكل شخصي انا مبسوط، لانه انا من الثوره، وانا محتجب شويه عن السينما، وكنت مش عايز اشارك، لان الافلام اللي كانت بتجيلي ما احبش ان اشارك فيها، مش ضدها، بس بتمنى لنفسي حاجه تانية، بتمنى لنفسي ابقى دايما افكر في التاثير، او في جزء حتى لو بسيط من التغيير بتاع المجتمع.